بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم لكم فيديو مفيد ومهم. أنا عن نفسي اتعلمت منه لما شفت أكتر من فيديو بنفس الطريقة إزاي إن احنا نعمل شجرة ونعمل تقدير هوائي وتبقى معانا شجرة كبيرة، وفي ظرف شهر بدل ما نزرعها بذرة أو نجيبها من مشتل، وبالتالي بنختار أحسن الأشجار ناخد منها فرع جميل نعمله تجدير هوائي، بعد شهر بننقله عندنا بقى شجرة كبيرة وممكن يكون فيها طرح. دلوقتي احنا هنعمل الفرع ده من شجر الجوافة، هنعمله تجدير هوائي، يعني هنبدأ نشيل هنا اللحاق من المنطقة دي ونبدأ نديله طمي ونلف كويس عشان نعزله عن الهواء، وبعد شهر تقريبا هنيجي ناخد الفرع ده، هيبقى شجره معانا ان شاء الله وشجره مثمره. احنا بنختار طبعا الجوافه او العود الجوافه اللي هو الجوافه بتاعته بتكون كويسه، طعمها مسكر وكويسه وحبتها كويسه. ودلوقتي هنبدا خطوه خطوه كده هنشوفها لحد ما نقطع العود باذن الله. هنشيل اللحاق بتاعها كده، يعني هنلف زي ما انت شايف كده الفرع كله من المنطقة دي، وهنشيل الجزء اللي تحت برضو كده، هنشيل المنطقة دي كده، القشرة دي هنشيلها اهي، قرب شوية حتى عشان تشوفها. دي هتعمل جذور بعد كده ان شاء الله، ونيجي بعد ايه شهر باذن الله نلاقيها ايه شغاله تمام، نقطع الجديد ونشتغل. نجيبها من الناحية التانية. تعالى يا حاج محمود. حاج محمود. طبعا الحاج محمود صاحب الأرض اللي احنا بنعمل فيها التجديد. محمود طبعا صاحب الحديقة الجنينة اللي احنا فيها دلوقتي. وطبعا هو دلوقتي هيجهز لنا الطمي ويعجنه بالمية اللي احنا هنحطه على الفرع، وهيتلف كويس بحيث ان احنا لازم ننهي نخرج منه الهواء تماما علشان يبدأ يعمل جذور. وبعد كده حاج محمود نبدأ علي نزل اسماعيل بيجهز الطينة اللي احنا هنشتغل بيها. بص كده يا حاج اهو، وطبعا الجنينه دي بتاعته نقص شويه نغطينا. ايوه ادي دي الطينه هنحتاجها بس مش دلوقتي في العود الثاني كده. احنا اهو طبعا الحاج عصام معانا، عصام العزالي هو اللي بيصور دلوقتي. احنا بنلف كده اهو. طبعا انا الكلام ده شفت اخ سوري شغال على النت وعامل شغل حلو قوي. وبعد كام شهر بقى فبعد شهر ان شاء الله 30 يوم هنفكها باذن الله. وان حتى كمان لا 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 مش عايز تاني، انا عايز بس سنه ميه صغيره بس عشان ايه احركها بيها. هي كده مضغوط عليها اهي على الساق. خد بس هنجرب ونشوف النتيجة لحد ما ايه ما نصورها برضو سوا ان شاء الله.
دلوقتي احنا جايبين اكياس عادية خالص اهي، وهلفها عليها واغطيها كويس، و بعد كده هنقفلها كويس ان شاء الله. اهو هنغطي بدي وبعد كده ايه نصورها، نربطها بعد كده بالايه باللزق من فوق اهو. اهم حاجة ما نخليش فيها هواء من جوه، تبقى مقفولة كويس. كده شايف حاج محمود؟ شايف تحت كويس بقى؟ شايف حاج محمود؟ اه ايوه. كده احنا قفلنا عليها كويس عشان ما نسيبش عليها. ادي اللزقه، هنعمل نقفلها باللزق. بس قطع بقى عشان واسيب وبطل عشان نعرف نستعمل. كده احنا خلصنا قفلنا عليها كويس. هنيجي بعد فتره ان شاء الله بعد شهر نشوف ايه اللي تم، ونعمل فيديو جديد وننزل الشجره في الارض ونشوف